أعلنت أكاديمية علوم الدولية عن دورة علمية بعنوان شرح متن الورقات، يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور مراد القدسي. ومميزات هذه الدورة مشاهدينا أنها مجانية، فيها شهادة مشاركة من الأكاديمية، وهي مادة علمية مقروءة أيضا فيها. سيكون موعد الدورة الاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع مدة 3 أسابيع، ابتداء من الاثنين القادم الموافق 15 من الشهر الجاري 2022، وستكون الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة. هذه الدورة ضمن دبلوم السلم التأسيسي للعلوم الشرعية، والذي سنتحدث عنه الآن. حياكم الله وأهلا ومرحبا بفضيلة الدكتور خالد عبد الله يحيى الباردة، ورئيس أكاديمية علوم الدولية. نرحب بكم معنا في هذه الحلقة من منارات. حياكم الله أستاذنا الكريم. حياكم الله دكتور. يعني نحن نتحدث عن الأكاديمية وأنتم ترأسوها، كثير من الحلقات يعني استضفنا فيها العديد من المشاركين معكم، وكذلك الأمر تمت استضافتكم وهذا شرف لنا، حول الأكاديمية. الأكاديمية فعالة، نشيطة، تقدم كل جديد، تتابع حتى من انضم إليها. هذه الأكاديمية لو تعطينا لمحة سريعة عنها، نستغل وجودكم في هذه الفقرة قبل أن نتحدث عن الدبلوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نشكر هذه القناة المباركة على جهدها في نشر العلم والمعرفة، ونشكركم على الاستضافات المتكررة لتغطية فعاليات أكاديمية علوم الدولية. أكاديمية العلوم الدولية بحمد الله تعالى تأسست في نهاية عام 2020 بقرار وزاري لوزارة التعليم الفني والمهني بالجمهورية اليمنية، وهي منصة إلكترونية تهتم بالعلوم الشرعية والمهارات البحثية التي يحتاجها طالب العلم الشرعي، إضافة إلى بعض العلوم الإنسانية التي شرعنا فيها بحمد الله تعالى من مطلع شهر أغسطس. بحمد الله تعالى أطلقنا في هذا الربع حسب الخطة الزمنية للأكاديمية 3 دبلومات. الدبلوم الأول دبلوم رواد المستقبل، نستهدف فيه الناشئة من سن 13 إلى سن 20، وخلاصة هذا الدبلوم ما لا يسع المسلم أو الناشئة في هذا السن جهله من العلوم الشرعية والمهارات الحياتية التي يحتاجها. كذلك أطلقنا بحمد الله تعالى الدبلوم التأسيسي للعلوم الشرعية، وهو الذي نتحدث عنه اليوم. هذا الدبلوم نستهدف فيه المبتدئين في العلوم الشرعية ابتداء من علوم الآلة ثم علوم الغاية. وبدأنا بحمد الله تعالى دورة الأجرومية، قدمها فضيلة الدكتور عبد الرزاق الملاهي لمدة 20 يوم، وما زلنا في هذه الدورة. كذلك منظم متن البيقونية، وقدمه الدكتور فارس الكبودي وأكملناها بحمد الله تعالى. والآن سنطلق دورة شرح متن الورقات مع فضيلة الدكتور مراد القدسي الاثنين القادم بإذن الله تعالى. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الدبلوم لو تحدثنا عنه، يعني السلم هي درجات إذا ترتقي أو يرتقي بها طالب العلم. نعم نعم أستاذنا الكريم، أردنا في هذا البرنامج أن يكون سلما يبتدئ فيه طالب العلم من السلم الأول في العلم الشرعي وينتهي إلى أرفع سلم بإذن الله تعالى. على سبيل المثال في علوم الآلة سنبدأ بالأجرومية، ثم قطر الندى، ثم شرح ابن عقيل، ثم نتوجه بالمغني اللبي، وهكذا في بقية العلوم الشرعية نبدأ بالسلم الأول حتى ننتهي إلى آخر السلم في العلوم الشرعية بإذن الله تعالى. جميل جدا. يعني من من المحاضرين سيكون في هذه أو في هذا الدبلوم؟ في هذا الدبلوم حرصنا على أن نستضيف، وفي كل الدبلومات بحمد الله تعالى، نخبة من المتخصصين في كل مجال من مجالات العلوم الشرعية. على سبيل المثال الأجرومية
استضفنا فيها الدكتور عبد الرزاق الملاهي وهو علم في هذا المجال. استضفنا في دبلوم مصطلح او في ماده مصطلح الحديث الدكتور فارس الكبودي وهو متخصص في علم الحديث، له باع في تدريس علم الحديث وله اجازات من ابرز علماء المسلمين في علم الحديث. وكذلك سنستضيف باذن الله تعالى في متن الورقات الدكتور مراد القدسي، وهو غني عن التعريف، فهو علم في مجال اصول الفقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع هؤلاء الكادر الذين يبذلون من أوقاتهم لخدمة العلم الشرعي في هذه المنصة، منصة أكاديمية العلوم الدولية. اللهم آمين. دكتور، يعني لو سمحتم لنا نذكر السادة المشاهدين الذين يتابعوننا الآن على البث المباشر على صفحة قاف التفاعلية، كذلك الأمر عبر الفضائية، بإمكانكم الذهاب للمتابعة عبر البث المباشر لصفحة قاف التفاعلية من أجل أن تعلقوا لنا مشاهدينا الكرام إذا لديكم أي سؤال. عرضنا لكم هذا الدبلوم، هذه الدورات التي تقيمها أكاديمية علوم، بإمكانكم طرح أي سؤال سريعا بظل وجود فضيلة الدكتور رئيس الأكاديمية ونحن نتحدث عن هذه النقاط. فلو علقتم لنا سريعا إذا كان لديكم أي استفسار. أبدأ بما يستفسر عنه دائما السادة المتابعين، كيف يمكن أن نلتحق بهذا الدبلوم؟ كيف يمكن أن نسجل في الأكاديمية؟ حرصنا دكتورنا الحبيب على أن نستخدم أسهل الوسائل للانضمام إلى جميع برامج الأكاديمية، سواء عبر مجموعة الواتس وسواء عبر قناة التليجرام. وبإذن الله تعالى سنطلق خلال الأسبوع القادم بإذن الله تعالى منصة إلكترونية متكاملة ينضم فيها الطالب أو المشارك ويسجل فيها، وتأتي إليه أولا بأول جميع برامج الأكاديمية بإذن الله تعالى. فيمكن المشارك أن ينضم إلى قناة التليجرام أو إلى مجموعة الواتس ويلتحق بأي برنامج من برامج الأكاديمية. ذكرنا في البداية أن هناك شهادة مشاركة تمنح من قبل المشاركين في هذه الدورة. بالنسبة للدبلوم، هل الأمر ينسحب عليه أم لا؟ نعم أستاذنا الكريم، سيحصل المشارك على شهادة مشاركة لكل دورة مع إجازة علمية من المدرس أو الشيخ المجيز، ثم يحصل على شهادة دبلوم عند الانتهاء من جميع الدورات. طيب، دورة شرح متن الورقات، أذكر طبعا السادة لأنه يعني عدنا إلى البث من جديد طبعا على الفيسبوك، يعني حول السلم التأسيسي للعلوم الشرعية، وهي دعوة من قبل أكاديمية علوم الدولية لحضور هذه الدورة العلمية النافعة بعنوان شرح متن الورقات، يقدمها طبعا فضيلة الشيخ الدكتور مراد القدسي. طبعا مشاهدينا بإمكانكم الالتحاق بهذه الدورة لأنها ستكون يوم الاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع لمدة 3 أسابيع ابتداء من الاثنين القادم الموافق 15/8/2022. ستكون طبعا يعني الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة. بإمكانكم طبعا الدخول على صفحة أكاديمية علوم الدولية، ستجدون هذا الإعلان على صفحتها، ويوجد كذلك الأمر رابط للدخول عبر التليجرام، وهناك مجموعات لدبلوم السلم التأسيسي 3 ودبلوم السلم التأسيسي 4، هذه المجموعات عبر الواتساب. طيب دكتورنا، طبعا المحاضرات تكون عبر الزوم، أليس كذلك؟ عبر الزوم وكذلك عبر البث المباشر، لأن البث المباشر على اليوتيوب مع برنامج استفدناه منكم جزاكم الله خيرا يكون فيه إخراج المادة إخراج أفضل بكثير من الزوم، ونجمع بين الخيرين. جميل. نعم. جدا. أريد أيضا يعني كأنني أنا على صفحة الأكاديمية الآن أجد أن هناك بث مباشر أيضا على الصفحة، طبعا يعرض الآن برنامج فقه الوحيين
نعم من قبلكم لشرح تفسير البيضاوي، هو مع الدكتور رمضان خميس. أيضا يعني كما بدأنا هذه الفقرة بالتعريف الأكاديمية، هناك العديد من الأنشطة طبعا تقومون بها. الآن البث المباشر يعرض في هذه الدقائق. نعم نعم هذا البرنامج أطلقناه قبل شهرين، وهو برنامج فقه الوحيين. هذا البرنامج المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا فيه بأن نمر على جميع الوحيين شرحا ودراسة دراسة تفصيلية. هذا البرنامج له مسارين، المسار الأول في التفسير، وبدأنا بتفسير الإمام البيضاوي مع الدكتور رمضان خميس، وهو من أستاذ التفسير في جامعة قطر، وهو من علماء التفسير الذين يشار لهم بالبنان، نسأل الله أن يكتب أجره وأن يبارك فيه. ومعنا علوم مساندة، هذه العلوم المساندة لصناعة المفسر، واخترنا تفسير الإمام البيضاوي بالذات لأن تفسير الإمام البيضاوي يجمع بين الخيرين. الأول أن يتعرف المشارك أو الطالب على تفسير كتاب الله تعالى، والشيء الثاني أن يجمع بين فكفكة وتفتيت المسائل، لأن دراسة تفسير الإمام البيضاوي يمكن المشارك من دراسة أي كتاب من كتب التفسير الأخرى. فإذا استطاع أن يفهم تفسير الإمام البيضاوي طبعا سيستطيع أن يقرأ أي كتاب من كتب التفسير، لأن تفسير الإمام البيضاوي يحتاج إلى نوع من البيان، من البلاغة، من الإعراب. واخترنا هذا الإمام الدكتور رمضان، هو إمام في هذا المجال، نسأل الله عز وجل أن يوفقه. وكذلك في مسار السنة بدأنا بصحيح البخاري، والحمد لله رب العالمين سننتهي من شرح 400 حديث في صحيح البخاري يمكن نهاية هذا الشهر، ثم نبدأ في شرح صحيح مسلم حتى ننتهي بجميع الأمهات الست والكتب التسعة بإذن الله تعالى. حسب أنشطة الأكاديمية فإنكم تقومون بالأساسيات، تؤسسون لهذه العلوم الشرعية كي تكون ملكة لدى الطالب. هل هناك يعني خطة مستقبلية لأن تكون موجهة للأكاديميين، لخريجي أصلا العلوم الشرعية في المستقبل، أم أنها هذه المنصة لعموم الناس ولا تريدون الدخول في التخصص؟ أستاذنا الكريم، برنامج فقه الوحيين في الغالب يستفيد منه المتخصص في الغالب. نعم، ولذلك بحمد الله تعالى التحق ببرنامج فقه الوحيين تقريبا 40% من حاملين الماجستير والدكتوراه، ولذلك يعني والبقية 60% من يحملون درجة البكالوريوس. لأن تفسير الإمام البيضاوي لا يخفى عليك لا يستفيد منه المبتدئين، ولذا معنا مسار آخر سنطلقه قريبا بإذن الله تعالى. هذا المسار في التفسير يستفيد منه المبتدئين، وهو في السلم، لكن هذا البرنامج هو خاص بمن لهم باع في العلوم الشرعية وقد قطعوا شوطا في التفسير وفي السنة. جميل جدا. ربيع الآن على الفيسبوك يقول لكم بالتوفيق، ما هي رسالتكم لربيع وللسادة المشاهدين؟ رسالتنا لربيع ولجميع المشاهدين، نحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتبسيط وتسهيل هذه العلوم الشرعية والجمع بين الطالب الراغب في العلوم الشرعية وبين أعلام الأمة من العلماء المجتهدين، وأن تكون هذه الأكاديمية عبارة عن نافذة واسعة تجمع بين الطالب والعالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنشر هذا العلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مصابيح للهدى، وأن يجعلنا ممن يتكامل معكم مع غيركم لتقديم أبسط وأسهل العلوم لأبنائنا وإخواننا المشاركين. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم كل التوفيق. دكتور خالد عبد الله يحيى الباردة، رئيس أكاديمية علوم الدولية، أشكركم جزيل الشكر لمشاركتكم معنا في برنامج منارات عبر قاف التفاعلية.